مين أبرز اللعيبة المرشحة من المنتخب الأول إن هي تنضم لقائمة المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو؟ هو حسب يعني اختيارات الكابتن شوقي، يعني دي ما تقدريش اولا حسب حاله اللعيبه في الوقت ده اللي هو قبل البطوله قبل الاختيار الاخير. دي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه المراكز اللي هو محتاجها بصوره ملحه. فانا شايف رغم انه عمر رضوان هايل، محمد صبحي هايل، محمود جاد هايل، عمر صلاح طبعا هايل، مصطفى شوبير هايل، كلهم حراس مرمى جيدين، بس طبعا لو واحد زي الشناوي عشان الخبرة، عامل الخبرة. فاهمة حضرتك. ما هو الشناوي مثلا من 3 4 سنين ما كانش الشناوي ده. صح انا بتكلم على الخبرة، انت بتقولي لي اللي يقدروا يعملوا إضافة كبيرة. صح. فانا قلت لك الحالة اللي هيبقوا عليها قبل المباراة، ثانيا المراكز. الخط الامامي مثلا زي ما انا قلت لسه كنت بتكلم عليه هايل، بس لما يكون واحد زي محمد صلاح موجود بالظبط اكيد هتفرق خبرته وامكانياته في الدوري الانجليزي، ودي نقطه مهمه جدا. وسط الملعب يعني اكيد هيبقى في واحد في وسط الملعب أكيد. لما يكون بقى في حارس مرمى، واحد في وسط الملعب ومهاجم، اكيد دي اقرب حاجات، لان تبقى كل واحد في خط فممكن يقدروا يعملوا قياده كويسه لبقيه المجموعه. فمبدئيا انا بقول الشناوي ومحمد صلاح، لسه بقى التالت دي ممكن نفكر فيه شويه، وطبعا حسب ما اختيارات الكابتن شوقي. يعني على اي حال بنتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي.